نعم، في وجهة نظري الفيفا ظلمت روسيا عندما أخصتها من المشاركة في مونديال قطر، لأنه شفنا أحداث وتجارب سابقة مختلفة ممكن بنفس الدرجة أو أكثر، ولم تعاقب لا منتخباتها ولا رياضيها في المشاركة في أحداث رياضية. وشفنا هنا نقدر نعتبرها بأنه كان فيه تعامل بمقياسين وبمعيارين مع روسيا لأسباب سياسية. هنا تدخل الدبلوماسية وتدخل السياسية، لأنه السياسة، لأنه ثقل السياسة الأمريكية والأوروبية عموما الدبلوماسية والسياسية خلى الفيفا تعاقب الاتحاد، تعاقب روسيا بالمشاركة في كأس العالم.